نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. الرئيس هادي يقيل المدعو بن عدي ويعين الشيخ القبلي عوض العولقي محافظا لشبوة. تأييد شعبي واسع لمليونية المكلة المساندة للهبة الحضرمية الثانية وأحقية مطالب أبناء المحافظة. القوات الحكومية تتصدى لأعنف الهجمات على مواقعها في الجبهة الجنوبية من مأرب وتكبد الإنقلابيين خسائر فادحة. أهلا بكم. أطاح الرئيس عبد الرب منصور هادي بمحافظ شبوة والقيادي في حزب الإصلاح محمد صالح بن عديو، وعين بدلا عنه الشيخ القبلية البارز عوض محمد العولقي بعد أيام من احتجاجات قبلية واسعة ضد سلطة الإخوان. سمع صوت هذه الحشود أخيرا واستجيب لمطالبها، فما كان قبل أسابيع تظاهرات واحتجاجات قبلية تندد بفساد السلطة المحلية وتمكين الميليشيات الحوثية من غرب شبوة ترجم اليوم أخيرا بقرار جمهوري. طوى صفحة محمد صالح بن عديو المتهم الأول وفق سكان المحافظة في الفساد والانتهاكات والانتكاسات، لا سيما في 3 مديريات من المحافظة سلمها للميليشيات الانقلابية دون قتال. نص القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2021 بتعيين عوض محمد العولقي محافظا لمحافظة شبوة خلفا لبن عديو. وفقا لأكثر من مصدر سياسي، يأتي القرار ضمن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي شهد زخما جديدا خلال الأيام الماضية، ويأتي أيضا في ظل الحراك الشعبي الشبواني المندد بالإقصاء والاختطاف والاغتيال والتفريط بالجبهات. تقول تقارير حقوقية إن 68 عملية اغتيال وإصابة حدثت في محافظة شبوة على مدى العامين الماضيين، وأكثر من 800 اعتقال تعسفيا وتعذيب، بينها 37 حالة استهداف طالت الأطفال، و21 انتهاكا ضد الصحفيين، وقصف 8 قرى بالمدفعية، ومداهمة أكثر من 40 منزلا، إضافة إلى أكثر من 130 قرار فصل وظيفي استهدف المعارضين لسلطة الإخوان في المدينة. المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن ترحيبه بالقرار التوافقي الذي نص على تعيين عوض محمد العولقي محافظا لمحافظة شبوة، وشدد على مضيه نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ودعا المتحدث باسمه علي الكثير إلى تكاتف الجهود لدعم المحافظ الجديد ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين. تدخل محافظة شبوة إذا مرحلة جديدة لكنها مليئة بالتحديات التي تنتظر المحافظ العولقي. في المقدمة تأتي استعادة مديريات بيحان وعين وعسيلان التي سقطت في نهاية سبتمبر الماضي بقبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد معارك لم تستمر حتى لساعات مع القوات الحكومية التي تقودها قيادات إخوانية من حزب الإصلاح، ووضع حد للانتهاكات التي سادت المشهد الشبواني على مدى الفترة الماضية. احتشد الآلاف من أبناء حضرموت في مدينة المكلا في مليونية جماهيرية دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي، وخرجت الفعالية ببيان ختامي أكدت فيه مساندتها للهبة الحضرمية الثانية وأحقية مطالب أبناء حضرموت ومشروعيتها. على وقع شعارات ومطالب حقوقية، سيل بشري من أبناء حضرموت يحتشدون في مدينة المكلا في مليونية شعبية جماهيرية دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت. لقد آن للحضارم اليوم أن يشمروا عن سواعدهم ويكذفوها عالية في وجوه كل المفسدين والفاسدين، ويعلنوها مدوية كفاية نهبا كفاية نهبا. هذه الجموع التي خرجت لن تعود إلا بتحقيق مطالبها بعز وشموخ، وإلا سنفتح دواوين العزاء. تأييد كامل ومطلق لمخرجات لقاء حضرموت العام والهبة الحضرمية الثانية وضرورة استمرارها، ونقل كافة مكاتب الشركات النفطية من صنعاء إلى حضرموت،
وتحرير عمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي من نفوذ الميليشيات الحوثية والجماعات الراعية للإرهاب، أبرز مخرجات هذه المليونية الشعبية. نحن نقول للعالم نحن هنا وأبناء حضرموت في النقاط، ولن يتزحزحوا من على هذه النقاط إلا بمطالب حضرموت. نهب ودعس ونحن دعس، وفي النهاية على 20 قاطرة قيموا الدنيا ولا قعدوها. اليوم أقول أنه عبارة عن استفتاء شعبي حضرمي كبير بكل فئاته وشرائحه ومكوناته دون استثناء، خرية الجماهير لتقول كفى وداعا للظلم والاستبداد والتهميش. مليوني هذه قمناها من الغلاء، من البترول هذا ينهبونه، كل ثروات الجنوب ينهبونها، طرقات مكسرة، أنوار مبهذلة، كل بقعة مبهذلة. الجماهير المليونية أيضا طالبت برحيل ألوية المنطقة العسكرية الأولى من أراضي حضرموت، كما أكدت على ضرورة سرعة تنفيذ اتفاق الرياض. البيان الختامي أيضا أشاد بالجهود التي تبذلها دول التحالف العربي في مواجهة الميليشيات الحوثية. الآلاف من أبناء حضرموت يقولونها بالعلن، لن نرضى بالفقر والموت جوعا. نعم للهبة الحضرمية الشعبية وللمطالب المشروعة، نعم لانتزاع حقوق حضرموت. محسن البحيث، قناة الغد المشرق، من ساحة الحرية، المكلا. إلى ذلك أثنى مواطنو وادي حضرموت على نجاح مليونية المكلا وما خرجت به من توصيات تؤيد التصعيد الشعبي للهبة الحضرمية الثانية، وأكدوا وقوفهم صفا واحدا مع لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام حتى انتزاع حقوق حضرموت كاملة. هذه المليونية إنجاز عظيم على مستوى حضرموت بشكل من الشرق للغرب، لأنها أثبتت وجود الحضارم أول حاجة، وأثبتت أن الحضارم طالبون بحقوقهم، وأثبتت أن الحضارم مظلومين، وأثبتت حاجات كثيرة. بصراحة أولا نحن نشكر أبناء حضرموت كلها، قبائلها وأطيافها كلها على هذه الهبة الثانية، الهبة الحضرمية. بصراحة يعني وثنوا قلوبنا، نشكرهم شكرا جزيلا. ولا ننسى المليونية البارحة تأييدا للهبة الحضرمية. ونحن كنا مشاركين في هذه المليونية، والحمد لله مليونية نايحة، ولبت بعض المطالب في الساحل، ويا ريت وكيلنا يقتدي بالمحافظ وينفذ مطالب هذه الهبة. ونحن نؤيد هذه الهبة تأييد كاملا من كل القلب، لأن هذه الهبة الحضرمية الخالصة البعيدة عن كل المكونات السياسية الموجودة داخل البلاد، فلأنها تطالب بحق من حقوق حضرموت، وحضرموت حقوقها منهوبة. الهبة هي طول العمر جمعت أبناء المجتمع الحضرمي كله، وقاموا قومت رجل واحد، والهبة هي طول العمر في صالح المواطن. الأسعار غالية والدنيا غالية، لكن هذا الشيء إن شاء الله أن يرد الماء إلى مجاريه إن شاء الله، بقول الله. ما شاء الله تبارك الله، كانت هبة نايحة ومليونية كبيرة، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع ويوفق نحن إن شاء الله ويوفق جميع البلاد إن شاء الله. أعلن رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية في مجلس النواب المهندس فؤاد واكد انضمامه رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وجاء هذا الإعلان بعد زيارة رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية إلى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي ولقائه بالعميد الركن سعيد المحمدي رئيس القيادة المحلية للمجلس في المحافظة. أعلن أني أنضم إلى دوام المجلس الانتقالي الجنوبي، وآمل أن تكون خطوتي هذه تتبعها خطوات أخرى بانضمام زملاء وأخوان لدينا موجودين جنوبيين وحضارم موجودين في 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 أو منطويين في مؤسسات وأحزاب أخرى، قد لا تكون جنوبية الهواء، أو قد يكون توجهها توجه غير جنوبي. وبالتالي نحن نأمل أن نلتم كلنا في هذا التشكيل. قال التحالف العربي إن عملية استهداف في صنعاء جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات. أكد التحالف العربي تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات، مشددا على ضرورة بدء الإنقلابيين في إخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد. لاقت الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على الأعيان المدنية جنوب السعودية إدانات دولية واسعة دعت إلى ضرورة تقديم الميليشيات الحوثية لمحاكمة دولية. وعبرت كل من مصر والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي عن استنكارها للهجمات على مدينة جازان التي أودت بحياة شخصين وإصابة 7 آخرين. وقالت في بيانات إدانة متفرقة إن هذا العمل الإجرامي المتعمد للميليشيات الحوثية يضاف إلى جرائمها والتي تستوجب المحاكمة الدولية. أحبطت القوات الحكومية العديد من الهجمات الواسعة التي تشنتها ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب. وأوضحت مصادر عسكرية أن الهجمات تركزت على جبهات البلق الشرقي والأعرف، كما امتدت إلى جبهات وادي الدنة وروضة جهم إلى الشرق من صرواح. وأشارت المصادر إلى اندلاع معارك ضارية عقب هجمات الميليشيات الحوثية تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة. استشهد 3 مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهما طفلان في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مجمع الجابر وسط سوق شعبي جنوب مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط 3 شهداء بينهم الطفل عبد حسن وإصابة 8 آخرين وأضرار مادية بالمجمع ومحيطه. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أدباء ومثقفون ينظمون وقفة احتجاجية في تعز للتنديد بقرار تأجير متنزه التعاون. أهلا بكم من جديد. نفذت هيئة الدفاع عن المعالم الأثرية والمتنفسات العامة بالعاصمة عدن الوقفة الاحتجاجية 17 والتي تهتم بعرض بازار ل30 مشاركة من ربات البيوت العدنية من أجل الدفاع عن المتنفسات الطبيعية. لنتابع. نظمت هيئة الدفاع عن المعالم الأثرية والمتنفسات العامة بالعاصمة عدن الوقفة الاحتجاجية 17 الترفيهية للعائلات والأطفال في متنفس أبو دست بالصيرة. نحن نقيم وقفتنا الاحتجاجية رقم 17، وكما تشاهدون غيرنا شكل الوقفات الاحتجاجية نظرا لطبيعة الموقع الطبيعي والسياحي. هو متنفس أساسا متنفس طبيعي وآخر المتنفسات المجانية في كريتر وفي عدن تقريبا. هذا المتنفس على وشك أن يضيع من بين أيادي أبناء عدن وأهالي عدن والعائلات نساء وأطفال. المكان حلو جدا، وكنا نجي ونحن أطفال ونحن كبار ونحن شباب نجي نقلب هذا المكان، لكن الآن أجي أشوف في حاجة تانية، إنه سمعت إنه في حد شيء يأخذ المكان ده وده ويحرم أبناء عدن. كان معانا أول حاجة معانا هناك أبو الوادي والمناطق دي كلها كنا نروحها ورحلات مع العائلات كلهم كان نقسم، الآن ما فيش. الوقفة الاحتجاجية للمتنفس الطبيعي جاءت بهدف الدفاع عن آخر متنفس مجاني من خلال عرض بازار خاص متنوع لربات البيوت العدنية لعرض منتجاتهن المنزلية من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية. الآن مشاركتي بالبازار هذه هي في البداية كانت كوقفة احتجاجية، طوروها ضموا البازارات هذه والأشياء. الحمد لله طبعا عرفنا البازار هذا عن طريق التواصل الاجتماعي، الأستاذ وديع أمان ما قصر، والحمد لله إن شاء الله يا رب يكون مش بس كل جمعة كل يوم. المشاركة حقيقية هي عبارة عن بخور وعطور، تركيب عطور فرنسية وشرقية وصناعة بخور وتركيب برضو صابونية كمان للجسم. ابتدت في المشروع هذا تقريبا حوالي سنة صابونية، أما العطور البخور فمن زمان، يعني أمي كانت تعمل قدر. ريادة الأعمال دخلنا نحن تبع منظمة فرصتي، فأستاذة دلتنا نحن على هذا المكان وضافتنا نحن لجروب الأستاذ وديع وعرفنا على البازار.
المشاركين بالوقفة الاحتجاجية يدينون ويستنكرون محاولة الاستحواذ على هذا المتنفس الطبيعي بحرمان أهالي كريتر وعدن من الاستمتاع بجمالية المنظر وهواء البحر النقي في متنفس أبو ديست. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن. نفذ عدد من الأدباء والمهتمين بالفن والثقافة في مدينة تعز وقفة احتجاجية أمام متنزه التعاون للتنديد بقرار تأجيره على حساب الثقافة والمثقفين بالمحافظة. باعتباره المتنفس الوحيد للأنشطة والفعاليات الثقافية المقامة بالمحافظة، نفذ عدد من المثقفين والمهتمين بالجانب الفني والإبداعي بمدينة تعز وقفة احتجاجا على قرار تأجير منتزه التعاون بحجة الاستثمار، معتبرين ذلك القرار بمثابة قتل للثقافة بتعز. بصفقة انتهازية غير مقبولة تكرر ذلك السيناريو القبيح في مربعات الحوثيين من تحويل منشآت ثقافية كبيت الثقافة إلى مراكز تجارية كذبا وزورا باسم الأيتام، وها هنا يتاجرون بهذا المنتزه باسم السرطان. نناشد محافظ المحافظة ونناشد دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك، شوقي أحمد هائل، عبد الواسع هائل، منير أحمد هائل، قفوا معنا أوقفوا من يتاجر باسمكم في هذا الأمر. أنتم لستم بحاجة لمنتزه التعاون، نعلم أنكم تبنون أوطانا ولستم بحاجة لا للمنتزه ولا لأي متنفسات أخرى، هذه متنفساتنا الثقافية في ظل تدمير المركز الثقافي. من الشعارات التي رفعها المحتجون نرفض الاستيلاء على متنفسنا ومنصتنا الثقافية والفكر والحياة، منتزه التعاون متنفس لكل أبناء تعز فلا تحتكروه على فئة محددة، مطالبين الجهات المعنية بالأمر بالعدول وإلغاء القرار. خرجنا لندافع عن حق من حقوقنا، عن هذا المتنزه الذي أصبح المتنفس الوحيد للعائلات، الذي أصبح المتنفس الوحيد للفعل الثقافي الذي أوصدت كافة أبوابه، لم يتبقى لنا إلا متنزه تعز. المحتجون لوحوا بالتصعيد والاحتجاج أمام منتزه التعاون خلال الأيام القادمة ما لم يستجاب لمطالبهم المتمثلة بإلغاء قرار تأجير المنتزه واستبداله بقرار آخر مماثل من باب المسؤولية يقضي بتحويله إلى بيت للثقافة والمثقفين، ردا على تحويل بيت الثقافة بصنعاء لمركز تجاري حد قولهم. رمز مختار لقناة الغد المشرق تعز. دشنت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية المرحلة الثالثة من المساعدات الإغاثية لمديرية حيس، وأكد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بأن تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الإغاثية للمتضررين في مديرية حيس بعدد 3000 سلة غذائية من أصل 9000 سلة جاء تنفيذا لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب أفريقيا تدل على أن متحور أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة. وأكد الوزير الروسي أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال، وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور أوميكرون يشبه أعراض الإنفلونزا، ويمكن لأنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا كشف المتحور أوميكرون. ألغي أكثر من 6000 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى بحسب موقع فلايت أوير بسبب تفشي المتحور أوميكرون. وعادة ما تكون عطلة عيد الميلاد وقت الذروة للسفر الجوي، لكن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في إصابات كوفيد 19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات جوية نظرا لضرورة دخول الطيارين وأطقم الطيران في حجر صحي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس هادي يقيل المدعو بن عديو ويعين الشيخ القبلي عوض العولقي محافظا لشبوة.
تأييد شعبي واسع لمليونية المكلة المساندة للهبة الحضرمية الثانية وأحقية مطالب أبناء المحافظة. القوات الحكومية تتصدى لأعنف الهجمات على مواقعها في الجبهة الجنوبية من مأرب وتكبد الإنقلابيين خسائر فادحة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.